عندنا بنك ناصر الاجتماعي، وبيشتغل على برامج برضه التمكين الاقتصادي، وعنده برنامج خاص بالمرأة المعيلة اسمه مستورة، بيستهدف المرأة المعيلة. عندنا كمان مؤسستين تابعين للوزارة بيشتغلوا في التمكين الاقتصادي، المؤسسة العامة للتكافل اللي هي معونة الشتاء زمان يعني، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. فملف التمكين الاقتصادي في الوزارة ملف كبير جدا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في حوالي 417 ألف مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه. ما شاء الله. فده ومن هنا بدأنا، يعني خلينا بنتكلم الوزارة والدولة بدأت تغير في سياسات الحماية التقليدية، وانتقلت من الحماية للتمكين. يعني برامج الحماية ثلاث مناهج، منهج الحمائي والمنهج التمكيني ثم المنهج الوقائي. حاليا احنا بنشتغل على تكامل الثلاث مناهج، انه منهج الحمائي وبيركز بشكل اساسي على المساعدات الاجتماعيه وبرامج التامين الاجتماعي، والبرامج والمنهج التمكيني بيشتغل على توليد فرص العمل واعاده الادماج في سوق العمل. المنهج الوقائي وده بيشتغل على إتاحة الخدمات الأساسية، بتكلم عن صحة والتعليم، وبيشتغل على تنمية الوعي العام. فإحنا شغالين على الثلاث مناهج، وبالتالي في منظومة كاملة متكاملة شاملة بتستهدف المجتمع ومد مظلة الحماية الاجتماعية.